وطلعونا الحياة من الزابور، لأنه هاي الدم لطفلة، رقم تليفون هذا الرجل عندي. قضية خطيرة. بيتي تعرض لهجوم مسلح ب 14/10/2016، نتج عن الهجوم مقتل طفلتي، وأنا انصبت بطلقة برأسي، صار عندي عجز نصفي. يقول ألقوا القبض على اثنين من المجرمين وحكم عليهم بالإعدام. بعد بروز الأدلة والاعترافات وتصوير الكاميرات، تفاجأنا بتاريخ أمس بصدور قرار ببراءتهم والإفراج عليهم لعدم كفاية الأدلة، علما الأدلة المتوفرة في الدعوة كافية لإدانة جرمية ومعززة بصور قرص سيدي يصور المجرمين بساعة الحادث. توني السلام عليكم. سلام ورحمة الله دكتور. هذه الصور الآن تعرض، ذول الأطفال الضحايا اللي تعرضوا أثناء العملية. أخوي مشتكي هشام إبراهيم خضير، أنا محمد إبراهيم خضير. ليش هشام؟ البارحة عندكم الطالب هشام. هشام مضروب بطاسة، صار بي عجز نصفي. زين، العصابة اللي قتلت الأطفال وأصيبت الأب، أكو كاميرات صورتها تمتلكون تصوير أن ذولا بالجرم المشهود قاموا بإطلاق النار؟ نعم. على البيت؟ نعم، وضربه والرمانة، وموجود التصوير ومرفق، لكن ما لقيناه بالدحى وشايلينه، وإحنا ما ندري من الشايلة حتى. زين، إحنا نريد من 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 ومو لزمناهم إحنا، واحد من عندهم اللزم بغير مكان بغير منطقة على غير جريمة، اعترف على جريمته. اليوم القضاء من براهم، الأدلة ما واصلته، مشغولة. محمد، حتى الاستفادة من الوقت، أنت القرص السيدي، القرص السيدي اللي عندك موجود أثناء الهجوم، أنت بيدك سلمته للشرطة؟ سلمته للقرار قاضي وحندي، طلبه من القاضي. ماشي، لكن مدى المنسى. بس دقيقة خليك وياي، يا مركز شرطة سلمته؟ نعم. ويا ضابط استلمه منك، هيك احكي لي باختصار. سلمته للمركز شرطة الجهاد والفرات. الجهاد والفرات وعندي دقيقة، بس دقيقة، سلمته ليا ضابط التحقيق؟ ضابط التحقيق بوقت مقدم صدام موجود. زين، وراها من مشت الدعوة وراحت للقضاء، السيد القرص شاف القاضي، فرغوا للقاضي، فرغت الأدلة الجنائية، صور وموجود وياها قرص. المتهمين أشكالهم واضحة، قبل التسجيل القرص موجود فوقهم، الكاميرات اللي ضرب رمانه واللي نزل ده يرمون. زين، القاضي شافه قرر عليه، القاضي شاف القرص، القاضي التحقيق شافه وفرغوا القرص، حالوها للجنايات. اي، من الحالة للجنايات انحكموا إعدام المجرمين الثاني وانحكموا. زين، من راحة الدعوة للتمييز قبل 4 أيام على العين الموسعة منطينهم إفراج عدم كفاية الأدلة، من رجعت لقيت القرص موجود بعده، ما رافقينه وياه ولا دعوة الانتحار وياه ولا المرفقات الأدلة الجنائية، المتهمين اللي وراهم اللي لزموا اللي اعترفوا عليهم أما مرفوقة وياهم، يعني صاعدة الدعوة بس اسم دعوة بدون دلائل كاملة. زين، أنت القرص تدعي مفقود لو ما مرفوق، اكو فرق. اني ربطته القرار خاطي. زين، الان المقدم من تسأل على القرص المبرز الجرمي موجود بالدعوة؟ ايه، لو ضاع هم يقولون رفقناه، هم هسه المكافأة عندهم نسخة والمركز عندهم، لان اني ازيد من نسخة انطيت، النسخة تروح ويا المجرمين والنسخة تظل ويا الدعوة العاصل. هاني هسه القرص ما موجود مال الجريمة اللي هو يدين المجرمين ويا الاعترافات مالتهم. طلعوا له صور الأطفال، ذولا صور الأطفال، هم اثنين من ولد هاي طفلة، لا طفلة، طفلة وأبوها انضربوا عدي. منو بيها ضحايا؟ 4 صور مالها بيها قتل؟ هي الطفلة، هي المجنة عليها لارا هشام إبراهيم، هذا وأبوها هشام إبراهيم. هاي الطفلة راحت إلى رحمة الله.
والله والله تصوير كامل يطلعهم شلون يهربون، لكن شايلينه ومجلس القضاء ما عندهم القرص. واني على الله وعليك دكتور هذا دم طفله. اخوان الله يستر عليكم مجلس القضاء، الله يستر عليكم هذه القضية. انا لا استطيع ان اتحقق مما يقال، لكن اذا كان هذا الرجل وهو ما مجبور ان يكذب انه هنالك قرص يصور المتهمين اللي تم الاعتراض انه يعني الحكم عليهم بداية بالاعدام، يعني الفرق واسع. القضاء العراقي مو قضاء سهل، يعني قاضي يحكم بالاعدام، قاضي برا هسه ممكن 15 سنة، ممكن ينزل 10 سنوات. هسه هاي مو شغلتي، هاي مو شغلتي، بس اكو خلل. اذا هذا الرجل دزوا عليه ودزوا على ضابط التحقيق وافتحوا حوار مع السادة في قضاة محكمة التمييز وشوفوا لنا الحق وين، لانه هاي دم لطفلة. يعني اولا دم لطفلة ضاع، وثانيا هنالك شكوك بعصابة قد تبدو او قد يتم من خلال المراجعة انه هنالك شيء والوضع لا يحتمل. يعني رجاء رقم تليفون هذا الرجل عندي، رقم هذا التليفون عندي، فارجو ان واحد من القضاء يتواصل حتى نشوف. هاي قضية صعبة، قضية خطيرة، وتود تشوفون انا شلون دا اتدرج بالقضايا، ودا تسمعون ضيم العراقيين وشكاوى العراقيين. اخوان لما نقول لكم والله حتى نخفف عليكم باكر وقفتكم الله امام الله سبحانه وتعالى، هاي طفلة وهذا رجل يقول عندي دليل. انا لا اثبت الدليل ولا انفيه، مكتب المكافحة موجود، مركز الشرطة موجود، المتهمين موجودين، الشهود موجودين، المجني عليه موجود، المبرز الجرم ده، وطلعونا الحياة من الزاوية.